اليوم راح اعلمكم كيف ترسموا رسمه بتجنن بقلم رصاص بس وبدقيقه واحده. الادوات اللي حنستخدمها هي قلم رصاص بس، ورح نتاكد من بريو. بدايه راح نجيب اي شيء دائري ورح نرسم دائره بهذا الشكل، ورح نبدا نظلل الجزء العلوي بقلم رصاص من الاغمق للافتح، ورح نتاكد انه نكون ماسكين القلم بهي الوضعيه. بعدين راح نجيب اي منديل موجود عندنا ورح نبدا نسيح الرصاص بهي الطريقه، وبعد هيك رح نرجع نغمق الجزء العلوي بهذا الشكل وحنمسح مكان القمر بالمحاي. والخطوه اللي بعديها حنرسم هضبه وشجره ورح نعبيهم الرصاص بهذا الشكل. واخر شيء راح نسوي بالجزء السفلي طبقة ظل، وراح نجيب اي محاي ونمحي انعكاس القمر بهي البساطة، والرسمة خالصة. وبصراحة في تطبيق كثير بيساعدني بالرسم، راح احط لكم رابطه باول تعليق.